الله نمضي، يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق، فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي. الله كديرين لاباس عليكم، هانيين، كنتمنى تكونوا كلكم بخير من طبيعة الحال وعلى خير. اليوم إن شاء الله الموضوع ديالنا على كيفاش غادي نحولوا ان شاء الله باذن الله في اليوم. كنشوف بزاف العديد ديال الناس كيتشكاو من البودور، تيقول لك ما كنعرفوش منين غنجيبوا البودور، ولا كيجيونا البودور غاليين، ولا كيشوفوا لي ساشي كيجيوهم غاليين. راه ما كاينش غير البودور اللي غادي نديرو. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش مثلا الا مشيتي غير السوق. انا دائما كنهضر على النساء من طبيعه الحال. الا مشيتي للسوق كتلقاي في ليو والزعتر والمانتا ولا في الليوي اللي بان لك في هذا الشيء ديال الاعشاب. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديروا البتور ديال هاد الاعشاب المنسمه بلا ما تشريو لا بودور ولا حتى شي حاجه، بابسط الطرق ان شاء الله. اليوم ان شاء الله باذن الله كيف ما قلت لكم غادي نحولوا في ليو. ها هو هانتوما كتشوفوا فيه ان شاء الله، راه فيه واحد الرائحه ما نقول لكمش كي دايره. ها هو ما شاء الله روعه روعه. شوف هذا هو فليو، هذا راه داروا مول الدار، ما دارش كاع البودور غير شد جدوره ودارهم هنايا. هانتوما كتشوفوا فيه، شوف راه فيه واحد الرائحه ما نقولكمش، رائحه روعه روعه، واحد رائحه فنه مع هذا هذا واحد جدير كنت حيدته. هكذا غادي نزرعوا فليو ديالنا بحال هكذا، ها هو الجدر ديالو. اللي نقدروا مثلا ملي كنمشيو للسوق ما كنلقاوش جدوره. ان شاء الله موضوعنا المقبل باذن الله غنوريكم كيفاش غادي نديروا تزرعوا في ليو بلا جدوره ان شاء الله يا ربي. دابا ان شاء الله غادي نحول هاد فليو هذا، خلي هذه باش نديها نيت للدار نصيبوها. ان شاء الله انا غادي نحيد شي جدر ان شاء الله. هاد الجدر هذا نتوما كتشوفوا فيه داير هاهو، ماشي بالضروره تحيدوا ليه الطوبه، راه واحد رائحه ما نقولكمش روعه بحال هكذا. غدا ان شاء الله غندير الجريده اللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله يا ربي، اللي غنبدا معكم بدايه ان شاء الله باذن الله، بدايه سعيده ان شاء الله. واحد الجريده كما كنقولوا نسائيه، جردة خاصة بالنساء. شنو اللي ممكن ديري في البيت ديالك لما تشي عاد تشري البودور تشري شي حاجة غالية، من داكشي اللي كتقضي ان شاء الله غادي نديرو جريدة بإذن الله، غنديرو واحد التحدي ديال النساء وعلاش قادات بإذن الله. انا غنزيد نكمل ان شاء الله البودور وباش نديوهم نزرعوهم ان شاء الله. ندير مع هاد فين هو داك جدير معرفتش فين درتو، ها هو هدا مخصناش نضيعو لأن راه الصراحة هذا راه كنز والله إلا إلا كنز. كيف ما كتعرفوا راه المنافع ديال فليو كثيرة بزاف. هي راه باقي هنايا بلعتهم كاملين، راه ضربت أنا ضربة وحدة هاهوما. أنا بركة عليا هادو راه كافيني، هادو راه غيديروا الخير والبركة إن شاء الله يا ربي. وغادي نمشيو للدار إن شاء الله باش غادي نزرعوا البذور ديالنا ان شاء الله. جات المرحله ديال اننا نغبروا هاد البلاصه هادي، هنايا راها مغبره وانا بغيت نزيد باش يزيد يخضر داك فليو ان شاء الله. ها هو بحال غير من الفوق لان راه مغبره محاده. راه تسقى مسقيه، راه غير ملي درنا
المرحله هذه راه ضروريه باش منها كنقيو من هذاك الغبار كيدخل. ودابا حنا جبنا هذا الخير ديال الله، واحد الرائحه ما نقولكمش، واحد الرائحه تثلج الصدر. ها هو وهدف اليوم، انتم كتشوفوا فيه تبارك الله ما شاء الله. هيا دابا انا بديت كنحيد الجذور من الاوراق، كلشي غنستغلوه، غادي وحتى لهنا وغضربوا بحال هكا. هادو انا غنديرهم في اتاي، في البلبوله، بزاف بزاف ديال الوصفات. ها هو نديرو هنايا وغنحيد الجدر هذا، ملي نبغيو نغرسو ان شاء الله غنوريكم الطريقه. هانتوما غنجيو لهنا بحال هكا، ضربوا بحال هكا هذا الجدر، هانتوما شفنا هو ها هو، ها هو الجذور، شوفو الجذور غنستغلهم بوحدهم. هانتوما بحال هكا، ومن بعد غنوريكم الطريقه ان شاء الله الا ما كانوش الجذور باذن الله. هانتوما بحال هكا وغنضرب تبارك الله ما شاء الله كلهم يدورها. دابا جينا لمرحلة الزراعة، أنا راه زرعت هادو كاملين إن شاء الله وسقيناهم، وغنجيو إن شاء الله بإذن الله باش نفهمكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. مثلا هانتوما البنات، هادي راه فيها بزاف ديال الجذور، راه ما غنلحقوش نجيو هاكا بطريقة طويلة، غنجيوها لهنايا، غنجيو هكذا نحيدو هذا هادي، هادي راه ما نضيعو ما نلوحوش من طبيعة الحال، غنجيو لهنا غنديرو لها بحال هكا، شوف، وغادي نلوحو عليها الطراب بطريقة عادية. ما تبقاوش تصعبوا على راسكم الامور. ها انتم شوف بسرعه بسرعه، شوف هنا، شوف هذه مثلا شحال فيها حتى هي، واحد الوحده عزلتها ما بغيتش نزبرها. ها انتم هذه اللي وريتكم في لاصير، ها هي شوف شحال فيها ديال الجذور. غادي نشدوها وغنقصوا هادو، ها همايا انا راه عزيز عليا في اليوم، ما بغيتش نلوح كاع الورقات ديالو. غنجيو لهنا غنقصوها بحال هكا، نحيدو هاد الزوائد هنايا، غنجيو لهنا شوف الجدر الجدر ديالها، غنجيو لهنا شوها دايره، هي كلها جذور. غنزيدو نطولو شويه البلاصه اللي غنزرعو فيها بحال هكا، ها
غنديرو هكا. شوف نديرو ليها هكا باش كتنوض هكا الطول وتعطينا شفتوها هي الجدير بقى خارج يجيو لنا ونديرو بحال هكا صافي ونكملو هاد البلاصة هادي. هادو راه جدار حتى هما. دابا غنوريكم مثلا كاين جدر واحد كيف ما كنقولو حنا جوج هنايا ياك نديرو هكا. دابا هادي تقريبا راه فيها غير شي شويه غنديرو هكا وغنلف عليها طابع عالي نديرها غير ربيعه. دائما تنقول لكم احذروا الربيع ما تخليوش في النباتات ديالكم. بارك علينا باش نزيدو فيها هاد البليصة باش حنا باقا غنزرع منها. كنبغيكم تعرفو بحال هكا ونلوحو عليها التراب بحال هكا. بطبيعة الحال التراب راه مغبر بالروت، حنا درنا هنا غير الروت ما درنا لا كومبوست ولا حتى حاجة غير الروت. هما هاد الجدر هذا ما نفرطش فيه، هذا راه كله في اليو شفتوه فرطش فيه. واللي ما عندهاش الارض راه غدير في سطونه غنوريكم حتى المرحله. ها نتوما هاد الجدر هذا بقى خارج الفوق انا ما شفتوش غنعاود نصونو نجي لهنا هكا وغادي نقاد مزيان كنجيبو الراطو كنجيبو هكا وكنقادوها بحال هكا كنرطيوها كيفما كنقولو حنايا كنحيدو بحال هاد الربيع حيت يطلع من التحت. أنا هاديك الجهة راه كلها قاديتها هانتوما كتشوفوها نجيو لهاد البلاصة نحيدو الربيع وصافي. من طبيعة الحال راه سقينا في الأول. دابا باش غنوريكم سقاع عادي غادي تسقيوها حتى من بعد إن شاء الله غنوريكم كيفاش غادي نسقيو. حنا راه سقينا ما بغيناش نكثرو عليه الماء صافي الطاقة طفى سالات من الماء. واللي بغيت نقول لكم إن شاء الله يا ربي هضرنا في الموضوع ملي كنت في لاسير كنوريكم في ليو هضرنا في الموضوع ديال التحدي ديال الجريدة النسائية. هانتوما النساء هانتوما النساء ان شاء الله باذن الله اي حاجة اللي عندكم في البيت غنوليو حتى حنايا فلاحات. من طبيعة ماشي غير الرجال اللي غيكونوا فلاحين، حتى حنا النساء نقدروا نكونوا فلاحات. اي حاجة سطل كيف ما كان عندك في الدار بو كما كنقولوا حنا تقدري تزرعي فيه بانيو رويضة راكم عارفين بلا ما نقول لكم غنزرعوا هاد الجريده هادي ان شاء الله. شي فليو شي زعتر شي قزبر معنوس اي حاجه ان شاء الله غنزرعوها هاد الجريده هادي وغادي نتعلموا ان شاء الله. ماشي بالضروره غتكون عندكم الارض، راه كما قلت لكم في اي حاجه تقدروا تغرسوا ان شاء الله يا ربي في اي حاجه. كنتمنى هاد الفيديو هادو من طبيعه الحال الى عجبتكم الفكره في هاد التحدي ديال هاد الجريده هادي الجريده النسائيه غتكتبوها لي في لي كومونتير. وشكرا لكم وما تنساوش لي لايك والأبوني وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا واستمتعوا مع هذه خيرات الله. يا ميت البرق انبرق فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق تكالي فالحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا يعيش على أرق ولا تصحب المجنون حال جنونه وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق وصدق وصادق كل ذي صدق فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق
ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيا لمن سبق ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا يا هنيا لمن سبق يا هنيا لمن سبق ويا حظ قلب من عند الله قد خفق.